المبادئ العشر لدكتور وين داير التي ستساعدك على تغيير حياتك للأفضل. يتحدث دكتور وين داير في كتبه عن أهم النصائح التي يعتبرها أسراراً للنجاح، وينصح باتباعها إذا ما أردنا تحقيق أمانينا. والنجاح كما نفهمه من كتبه ينطبق على كل مستويات حياتنا المعنوية والمادية، فهناك قانون كوني متكامل يحكم كل شيء في الوجود. والنجاح أو السلام هي تعبيرات متنوعة تعبر عن تناغم مع أنفسنا ومع الآخرين ومع الأهداف التي نسعى لتحقيقها، انطلاقاً من الوعي العميق بأنفسنا ككائنات لها إمكانات رائعة لكننا نهدرها إذا لم نعرف قيمتها وإذا استنزفناها في صراعات لا جدوى منها. فكيف نخرج إذن من دائرة الصراع والإهدار وننطلق إلى تحقيق كل ما نريد من خير وجمال وعطاء؟ هذا ما يقدمه لنا دكتور وين داير من خلال 10 مبادئ أساسية. المبدأ الأول أن يكون عقلك متفتحاً لكل شيء وأن لا يرتبط بجمود بأي شيء. يلفت دكتور وين داير انتباهنا إلى أن العقل المتفتح هو وراء كل جديد في حياة البشرية، فبالنظر حولنا نكتشف كم الاختراعات والأجهزة والأشياء التي ننعم بها في عالمنا المعاصر التي لولا العقول المتفتحة الغير جامدة لمن سبقونا لما وصلت إلينا واستطعنا اليوم الاستمتاع بها، ولما حققت الإنسانية أي خطوة نحو التقدم. المبدأ الثاني، فاقد الشيء لا يعطيه، أي أنك لا تستطيع إعطاء شيء لا تملكه. إذا كان قلبك يخلو من الحب فأنت بالتالي لا تستطيع التعبير عن الحب للآخرين، وقانون الجاذبية يشير إلى أننا نعيد إعطاء العالم ما نكتسبه من العالم. وقد قابلت سيدة دكتور وين داير وقالت له: إنني أكتسب النقص في الرزق وعدم الوفرة، وهي نفس الشكوى الصادرة عن معظم من يقابلونه. فقال لها: ألم تكن رسالتك اليومية بأفكارك للكون كله هي إن حياتي كلها هي معاناة من نقص في الرزق وعدم الوفرة والاحتياج الدائم؟ أي أنك مؤمنة بذلك، أنت فقط تكذبين إلى حياتك ما تؤمنين به. المبدأ الثالث، لا نستطيع تبرير أي أحقاد أو كراهية. ويقول دكتور داير: مهما ظهرت مشاعر الحقد والكراهية من الآخرين تجاهك ومهما تعددت أشكالها، إذا ظللت تفكر في كل المواقف الصعبة والظلم الموجه من الآخرين تجاهك فإنها لن تضر أحدا في النهاية سواك. فلا أحد يموت من لدغة الثعبان، اللدغة هي لدغة فقط، ولكنه السم هو الذي يقتلك في النهاية. والأفكار التي تنم عن الكراهية هي السم الذي تسمح بإنشاره في جسدك، وهو الذي سيقضي عليك في النهاية. ولكي تتخلص من انتشار هذا السم في جسدك، يجب أن تبدأ بالخطوة الأولى كما ذكرها عمر الخيام في الرباعيات، وهي الامتناع عن لوم الآخرين. ويضيف دكتور داير: عندما تفعل ذلك وتتحول كل أفكارك إلى أفكار إيجابية مشبعة بالحب تجاه من حولك، تكون استجابة الكون كله تجاهك بنفس الطريقة بأسرع مما تتصور، وتبدأ في اكتساب كل ما يدخل السعادة إلى قلبك، وتتحقق أمنياتك واحدة تلو الأخرى. المبدأ الرابع، لا تموت وموسيقاك لا تزال بداخلك. يقول دكتور داير: يجب أن تنصت إلى موسيقاك الداخلية ثم تبدأ في التحرك في اتجاهها. كل فرد منا لديه موسيقى داخلية، أي آمال يريد تحقيقها، ولكننا نخاف أن نبدأ في عزفها وتحقيقها. وهذه نصيحة يوجهها إلى كل فرد: لا تصل إلى آخر يوم في حياتك دون أن تعزف موسيقاك الداخلية. المبدأ الخامس، اكتشف أهمية الصمت. يقول دكتور داير عن أهمية الصمت: أن كل شيء في الحياة المادية على الأرض له وجهان، الذكر والأنثى، الشمال والجنوب،
ولكن يوجد شيء واحد فقط يخترق كل شيء بلطف، وهو الطاقة الإلهية التي تصلنا بخالقنا والسارية في الكون كله. والصلاة هي محاولة لبلوغ حالة السكينة التي تسمح بالدخول في الصمت والوصول إلى حالة الصلة مع الخالق. أما المبدأ السادس، التخلي عن ماضينا. يقول دكتور داير أنه تعلم أهمية هذا المبدأ من المفكر العظيم كارلوس كاستندا، وهو ضرورة التخلي عن تاريخنا الشخصي. ويضيف أن كل واحد منا يتحرك في الحياة وهو يحمل حقيبة ثقيلة من الكراكيب والسمات، والتي نطلق عليها اسم ماضينا، وبداخلها وقائع كل إنسان أساء لنا، وكل واقعة جارحة لمشاعرنا، وكل جرح أصبنا به وارتبطنا به ولا يزال يؤثر علينا بصورة سلبية. ويؤكد دكتور داير قائلاً: تخلص تماماً من هذه الحقيبة الكريهة، أي تخلص من تاريخك الشخصي الذي يحتوي على كل الأحداث المسيئة إليك. مبدأ السابع، أنت لا تستطيع حل مشكلة بنفس التفكير الذي خلقها أساساً. يقول دكتور داير إنه استوحى هذا المبدأ من ألبرت إينشتاين، ويقول: عندما تحدث مشكلة بينك وبين الآخرين وترغب في حلها، يجب أن تغير طريقة تفكيرك عنها. أولاً، اعترف لنفسك أنك كنت مخطئاً، وهذا ليس شيئاً صعباً، إنه فقط يعني أنك تقول: لقد كنت مخطئاً في بعض اختياراتي وتصرفاتي، وأنا لا أنوي الاستمرار في عمل ذلك. ويجب ألا تشعر بتأنيب الضمير، ولا يحتاج الأمر أن تعلنه على الآخرين، بل فقط اعترف به لنفسك. واعرف أن السر في وجود أي علاقة جيدة يكمن في أن تحب وتقبل الآخر على ما هو عليه، لا أن تحبه على الصورة التي ترغب أن يتحول إليها، ولا تسعى إلى تغيير الآخر فقط. تعلم كيف تغير أفكارك عن الآخر. المبدأ الثامن، تعامل مع نفسك في الحياة كما لو كانت بالفعل قد حققت المكانة التي تسعى إليها. اعمل على تذكرة نفسك بأنك قد حصلت بالفعل على كل ما تريد. استخدم قدرتك على التخيل على أوسع نطاق ممكن، بحيث ترى نفسك وقد حصلت على كل أحلامك دون لحظة واحدة من الشك، أي بيقين كامل بأنك قد حققت أحلامك، وتبدأ كل يوم في حياتك بحالة من الانشراح الكامل والتفاؤل والاستبشار. المبدأ التاسع، يجب أن تعمل على تفعيل الجانب المقدس في وجودك، واعلم أنك موصول بخالقك. يقول دكتور داير: لذلك لا ترفض تلك الأفكار الصادرة من القلب، قائلا: إنها فقط أفكار البسيطة التي لا تستحق الاعتبار. لا تفعل ذلك، لأنك لست كائنا وحيدا، بل أنت في حالة صلة دائمة مع خالقك، وبقدر حرصك على إقامة هذه الصلة كما في المبدأ الخامس. والأخير، الحكمة الحقيقية هي أن تتعلم كيف تتفادى كل الأفكار التي تضعفك. يوضح دكتور داير أن الأفكار التي يكون مصدرها الخوف والقلق لابد وأن تضعفك في النهاية. وعندما تطرأ عليك مثل هذه الأفكار، امتنع عنها فورا، وذكر نفسك بأنك كائن في صلة دائمة بخالقك، وتذكر دائما أن ما يظهر في حياتك ويتسع هو ما تفكر به كثيراً.